اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه الدعوة من أفضل الدعاء في هذه الليالي، احرص عليها وأكثر منها، لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم ويكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. فسل الله العفو، سل الله عز وجل العفو، فإنه عفو يحب العفو، وإذا كتب لك العفو فهذه بركة عليك إلى ليلة القدر الأخرى بإذن الله عز وجل. فألح على الله بهذه الدعوة.